يعني هاي الشباب بس لو تسألها كلها خريجين، كلها أصحاب شهادات، تيجي تتعين، تيجي تتعين لازم عندك فلوس، لازم عندك حزب يدعمك، لازم عندك فد واحد بالسلطة يدعمك. ليش إحنا ما عندنا حقوق؟ بلد يملك خير ثروات ما ممكن تملكه بالشرق الأوسط مثل ما تملكه بس للأحزاب. شوف هذا المشروع اللي تحت يسوونه هاي هسه، المن مخصصي له نسبة، برهان المعموري، علي الدايني، نادى الدايني، كلهم حرامية. هذا المشروع اللي مقبرة الشريف هي مقبرة، مقبرة الشريف هي مقبرة، أخذوها واستغلوها لأحزابهم الفاسدة. شو تحب تقول الحكومة المركزية؟ شو تحب تقول عادل عبد المهدي؟ عادل عبد المهدي مع الأسف ما المفروض ما يمثل العراق، لو عراقي لو أصيله يحمل جنسية أمريكية. اللي العراقي يطلع مع المظاهرات، يجي مع الناس، يعيش معاناة الناس. أنا ما يطلع لي بالإعلام ويصرح ويحكي وما تشينو، شبعنا تصريحات، شبعنا مؤتمرات وإعلام، أريد واقع ملموس. في ظل هالحكومة إحنا عندنا سيادة؟ ما عندنا سيادة، من قالك عندنا سيادة؟ ما عندنا سيادة، أي سيادة ما عندنا، ما عندنا سيادة. تريدون نظام؟ ها؟ طبعاً نريد نظام، سيادة تحكمنا ناس من الخارج، أوامر تجي من الخارج يطبقوها، ما عندنا ذيول. ديول ماكو عندنا سياده احنا. اكو حد من اقاربك ما متعين من اخوتك من ابنائك؟ ها؟ اكو حد من اقاربك ما متعين؟ واي ما متعين عمي، واي ما متعيني، واي شباب كلها ما متعينه. هسه لو تسوي هنايا احصائيه ثلاث اربع ما متعينه، هاي من المعاناه طلعت، هاي من الضيم. احنا لو عايشين بدوله مستقره وحياه كريمه وخدمات ليش نطلع؟ ليش يعني ما نصطدم ويا الجيش؟ الجيش اخوان وشغل ما عندهم ذنب، بس انا بعد ما اتحمل صبر ما عندنا خدمات زينة. يعني ما سجدت ما خدم، لا ماكو خدمات، كل محافظة ماكو خدمات زينة. زين زين ماكو أي خدمات، وترقيعية شغلات ترقيعية كذب كلها شغلات. ويا ريت ينحل مجلس محافظة، وأتمنى يصير دستور ويلغى مجلس محافظة. ماكو مريد مجلس محافظة، لأن تشيل فلوسه تدري كيف تعين؟ تعين بالخمس ملايين طالب وخريج هاي الأموال ده تروح هدر. زين إذا ما حد نفذ مطالبكم راح تستمرون بالتظاهر؟ نستمر حتى هذا اضطرت نسوي اعتصام هنا. اعتصام مفتوح؟ إيه. ما شو نسوي لعد هذا؟ شو بقى بحياتنا؟ ما أدري شو بقى. شو بقى بحياتنا إحنا شباب؟ شايل علم سارية العراق، هذا العلم اللي هو إحنا ضحت من أجل ناس شهداء. ها شهداء راحت روت أرض العراق من أجل ذولي. والله مع الأسف أنا أخويا خوالي خمسة راحوا، خمسة خوالي راحوا، اللي بالحشد واللي بالجيش والاتحادية من أجل يبقى العراق صحيح. بس مع الأسف مع الأسف راحوا الشباب، بقوا ذولي اللي ولدهم اللي بأمريكا وبريطانيا وبلندن يتمتعون خيراتنا وعمارات والدنيا، وإحنا عايشين الضيم والقار. بنظرك ولد المسؤول يقدرون يعيشون نفس المعاناة اللي لا ما يعيشون أصلا، هم ما موجودين، ما موجودين، يا ريت موجودين، كلهم بالخارج وين يعيش؟ أخي إحنا حقوقنا مسلوبة، احنا كشعب مضطهد، لان حقوق، لان تعيين، يعني طلعنا نغير، نريد هاي الحكومه كافعات، نريد مجلس محافظه، نريد يعني برلمان، دمرنا ماكو هيك شيء. يعني انت تطلع يقمعوك، تسكت يقولون يقول جبان، ما تطلع تبتلي، يعني والله ماكو هيك شيء. طلعنا ندور حقوقنا، انا كشاب قدمت على الرعايه، يوميا اروح بمكان، يوم تعال حدث، يوم تعال مدري شنو، اخر شيء اروح للمدير اقابله يقول لي انت اسمك مرفوض، ليش يا باني من 2016 مقدم على راتب رعايه؟ هذا من حقي انا كشاب، لا خريج لا تعيين لا كل شيء. اذا اشتغل انام واكل وارتاح، واذا ما اشتغل اموت قهر. هذا يصير؟ يعني هذا مو حال. احنا نريد حال من الحكومه توفر للشاب كافه المستلزمات بالحياه. تجي تقول له يابا انا اريد راتب رعايه، يقول لك والله انت ما اقدر اطلع لك راتب، لان انت يعني جايني بوقت هذا. تمام، ليش ما تعينت؟ ما يعني الا انتمي بحزب ما يقبلوك الا تنتمي بحزب. خدمات شلون بالضبط؟ الخدمات ماكو، سياره تمشي كل شهر صدر، يعني هاي السياره ابسط شيء تمشي بالشارع كل شهر صدر، ما عدا اذا تمشي بالليل لازم تشيل لايت مال تليفون بايدك حتى تقدر تمشي او ما تتعثور او توقع. يعني هنا ماكو هيك شعب، وين احنا وصلنا؟ يعني بنظرك لو ماكو فساد كان شوارع عنها السنه؟ عمي انا كنت بدها قبل اسبوع، يعني بنى تحتيه حتى انفاق تحت الارض يسووا لهم، يعني ماكو هيك شيء. احنا بيا ضيم عايشين ما ندري. انا قابلت المهندس التركي قال بدنا نسوي انفاق بحيث وين تريد باي مكان تطلع السياره مالتك وانت مرتاح، واي شيء انه السياره ما تخفف تمشي بسرعتها. احنا هنا تمشي دوريه، تمشي مرور يركض وراك، يعني ماكو هيك شيء. والنقر حدث ولا حرج. الازدحامات شلون؟ الازدحامات حدث ولا حرج، يعني ما تفيد دياله منطقه ما تفيد، يعني هو العراق باجمع ما يفيد. يا اخي ملينا،
شوفوا لنا حال، شوفوا لنا صورة حال. هذا مجلس محافظة ما نريده، ما نريد لا برلمان لا كل شيء، ما نريد، نريد بس رئيس وزراء، حكومة، جيش وشرطة، كل شيء ما نريد من الباقي. رجعونا، وإذا ما يدبروها خلي يطلعوها ينطوها للشعب. أنا طالع أمثل حقوق الناس كلها، بنى تحتية ماكو، تعيينات ماكو، أمان ماكو، أحزاب حاكمتنا. يعني أنا صيد، أنا رجال صيدلاني، طالع على ابن عمي، على أخويا، على قرايبي، على جيراني، يعني ماكو هيك وضع. يعني شنو فرق أحسان تدرس بعمان؟ شنو يعني شنو الأردن أحسن من عندنا؟ يعني إحنا ميزانيتنا أكثر من عندهم بهواي هواي هواي، ميزانية محافظة أكثر من دولة، ميزانية الدولة. زين الشمال شنو فرق معنا؟ أنت متأكد بأنه من تتخرج راح تتعين بالعراق؟ ما متأكد، لأنه كل سنة دا يقولون بعد ماكو تعيينات، بعد ماكو تعيينات المجموعة الطبية. زين إذا إحنا المجموعة الطبية ماكو تعيينات، زين البقية شلون خطية؟ هسه يعني أنا لو شو اسمه، لو كنت تعيينات كان داومت وتخصص هنا بالعراق، بس ماكو تعيين. بنظرك هذا كله بسبب الفساد اللي دا يطلع من هاي؟ طبعاً بسبب الفساد اللي دا يطلع، والتعيينات كلها واسطات. عندك فلوس أكو ناس عندهم فلوس بس ما عندهم واسطة، فيعني قاعد ساكت شو يسوي؟ شنو البيدل؟ شو تحب تقول للمسؤولين كلهم؟ كلهم حرامية، كلهم حرامية. أقولهم طلعوا، ملينا، كافي عاد. تعتبر المسؤولين الموجودين؟ طبعا المسؤولين يمثلون الشعب بالفعل أو يمثلون قرايبهم؟ لا يمثلون نفسهم بس. اليوم طلعنا نطالب حقوقنا، مظاهرتنا سلمية إن شاء الله، ما نأذى أحد وما نريد أحد يأذينا. جينا نطالب حقوق الشهداء، حقوق الأرامل، بحقوقنا إحنا. تبليط الريد ماي، مطالبنا ترى بسيطة كلش، بس الحكومة ما أعرفش بيها معانا ويانا. شي يريدون من عندنا يا أخي؟ ملينا، هاي صارت 13 سنة يا أهل، يجي يحلب العراق حلب ما يخلي بينا شي. يا أخي خريج 4 سنين قاعد بالبيت، إيش عنده؟ رحمة على والديك. تتخرج وتقعد بالبيت إشالة تعلقها؟ ماكو شي، ملينا عم، تعبنا بعد ما بينا حيل، هاي انتهت. تظاهراتكم مستمرة لحين تنفيذ المطالب لحين اليوم؟ لا قاعدين هنا، قاعدين أم علي صامدين باكر الصبح لحد مجلس المحافظة، حصر مجلس المحافظة. نعم لحد ما ينفذونا مطالبنا. الجمعات تنتهي بالضبط لحد ما ينفذونا مطالبنا. وخلي أقول لك في شغلة، حتى الزيارة الأربعينية راح تصير هنا، راح تصير ببغداد، وإذا هنا ما نفذوا مطالبنا نروح لبغداد كليتنا، هاي الشباب كلها تروح، ما حد يضل. احنا نريد الحق. سقطوا شنو؟ الخبرات سقطوا. احنا مو تسقيط، احنا لا نريد نسقط الحكومه كلها، ما راضين عليها. تبديل كل الحكومه، كلها بواقي، كلها حراميه، واحد حاطيده بحلق الله. هاي اليوم كل الناس مظلومه وجاي تريد حقها؟ كلها مظلومه عمي، انا من الناس مظلوم. خوش، انا عمامي شهداء واهل الشهداء وكليتهم، وماكو كل شيء ما شايف من حياتي. الله شاهد، وظيفه ماكو. اذا يريدون يوظفون قرايب المسؤول. خوش، حتى بالشغل عماله صارت واسطات. الله شاهد بالقران، عماله صارت واسطات بالعباس. ملينا يعني تروح للمطارات تلقي ولد المسؤولين، تروح للدوائر الحكوميه تلقي ولد المسؤولين، تروح على شو اسمه، حتى مؤسسه الشهداء اللي هي للشعب ومال الشعب تلقي شو اسمه، تلقي ولد المسؤولين. لو رشحوا اعضاء مجلس راح تنتخبهم من جديد؟ طبعا لا، ما نريد نغير. احنا ما بل 4 الفجر نرجع بال5 على مود 15. انا والله موتونا عمي، انتقم انت، الله ينتقم منهم كلهم حراميه. سوونا بس شعب عمي، شعب يريدكم على ذولا. كافي تعبنا، والله تعبنا عمي. سوونا هاي بعقوبة، موتونا عمي، عمي موتونا عمي. شو هذا سد الموت وهاي شهيد؟ لك ضيع أمواله، حقوقه، شعبه، فلوسه، كل شيء ضيع، عائلته كلها معه. عمي أكو واحد يمنا ولا شهيد؟ ها شهيد، اسمع شهيد عمي. صار له سنتين ما مستلمين 1000 دينار وضحى بأجل الوطن عمي. صار له سنتين عمي. كافي رحمة على والديكم عمي. يومي رحمة الصدام علي، يومي رحمة الصدام عمي. والله ما فيش عمي جاي. وقف عمي، ما سويش بالشعب. احنا ما ما سواه، هو صوت ظالم. كان صدام شو يسوي؟ يقول لك احسن من هاي، يقول لك عمي شغلة واحدة على الصدام، شغلة واحدة على الصدام. يقول لك لا تحكي على الحكومة، ما عليك بيها. ماكو اي رضا على اي شيء موجود هنا. دا يصير تعيينات ماكو، الشباب مستقبلهم ما يدرون بيه، الشباب نايمه بالبيت، ماكو شغل، الشباب يدرس 16 سنه وكل شيء ماكو. ورا 16 سنه يظل يدور له شغل بالسوق، مذلول بالسوق، مذلول بغير مكان.
هسه اول شغله سواها هم دعموا الانتاج الوطني. هسه انتم من دعمتوا الانتاج الوطني افتح المعامل بعد وعين هاي الشباب. اوكي الميزانيه مال 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 البلد ما تتحمل اكثر، هاي على عيني وعلى راسي، مو لولا على عيني وعلى راسي ما تتحمل. ادعم المنتوج الوطني وخلي الشباب تشتغل بالمعامل الوطنيه. شو تريد تسوي بعد؟ شوارع مثل اوادم، مناطق ترفيه. الشباب ما يدرون شو يسوون. ماكو. بالنسبه للمؤسسات الصحيه شلون نشوف الاداء؟ ماكو مؤسسات صحيه، ماكو الشوارع، ماكو المؤسسات الصحيه سالب صفر، حتى مو صفر. هاي الناس كلها سالب 100. هاي الناس كلها راضيه عن الحكومه يعني هسه اللي طالعين؟ ماكو يعني على شنو تغير. على شنو اللي يرضوا؟ شنو اللي يرضوا؟ شنو اللي يرضوا؟ هو التغيير شنو؟ احنا شو نريد؟ احنا نريد حقنا. شو نريد احنا؟ هو هذا حقنا. مثل ما انت هسه انت يعني والله ما ادري، والله ما ادري شو احكي. عزيزي والله اذا شوف هاي الجماهير اللي طلعت هي جماهير عفويه، جماهير سلميه، مطالبه بابسط الحقوق بانه تعيش حياه كريمه، ايجاد فرصه عمل. انت تشوف اغلب هؤلاء هم يعني طبقه مثقفه خريجه. تبحث عن وظيفة، تبحث يعني تسهل أمور الحياة، تسهل أمور المعيشة. أبسط هؤلاء يعني هو ناس مثقفة تشتغل، يعني مو انتقاصا بالعمالة، بالعكس هم ناس أخوتنا. إحنا نطالب المسؤول إيجاد أبسط الحلول لهم، يعني ناس قاعدة من الصبح لليل تنتظر كل شيء ما تحصل. ثاني شيء تلقى عوائل الشهداء، عوائل الشهداء هسه عندنا ابسط الحقوق ما لها. احنا نطالب انصاف، انصاف هاي الشريحه، انصاف هذول المتظاهرين العزل. بالمقابل احنا نطالب من هاي الجماهير الابتعاد عن اي اعمال تخريب، لانه هي الاملاك هاي املاك شعب مو املاك دوله. السياسي يبقى اليوم باكر يروح يجي غيره، هي كلها من اموال السياسيين. لا سامح الله اذا صار تخريب فيرجع هذا من قوت الشعب. احنا اللي نترجى من عندهم ايصال صوتهم بصوره حضاريه مسموعه وعدم التخريب وعدم الفوضى. نشكركم جزيل الشكر. انتم سؤال اخير بخصوص اداء مجلس محافظه دياله، انت راضي عليه كمواطن وهي الناس؟ والله لا، هي لو راضي الناس عن اداء مجلس المحافظه كان ما طلعت. يعني انت تشوف اغلب الطرق لانه هي طرق غير صالحه، كثره الحوادث المروريه. يعني الناس لو عندها ابسط الحقوق كان ما تطلع. هي الناس ازمات متفاقمه، ازمه ورا ازمه، ازمه ورا ازمه. ترى الشعب العراقي لابد وان يجي يوم لانه يصحى للباطل يقول لك هذا. واحنا من طلعنا اليوم وطلعت هاي الجماهير ايمانا بثوره الامام الحسين، الامام الحسين عليه السلام يقول اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي. احنا خرجنا تيمنا بثوره الامام الحسين عليه السلام. انتم ساندتوا اهلكم ببغداد وبالجنوب؟ احنا نقف جنبا الى جنب بكل المحافظات العراقية بغض النظر عن المسميات وعن الانتماءات القومية والحزبية. احنا نريدها مظاهرة غير مسيسة لا تتبع لأي جهة معينة. طبعا اليوم طلعت تظاهرات على مود نطالب بحقوق الناس مو بحق شخصي. هنا احنا باقيين ان شاء الله لحد ما نحقق مطالبنا. طبعا جماهير متواجده بشكل ضخم، وديالة ان شاء الله ما تخيب فنون المحافظات البقيه. احنا عندنا هدف وهي تعتبر ثوره وانتفاضه كثوره الامام الحسين. ان شاء الله ناخذ حقنا باقصى وقت وظالم حل كثير ان شاء الله. شكرا جزيلا. انت راضي على الخدمات بدياله؟ خدمات بدياله من عدمه لا بعد الحدود، يعطونا جرعات كجرعات بشي كلبنج مجرد ضحك على الاخوان. ان شاء الله بعون الله بعد هذه المظاهرات راح نبين للشعب العراقي والحكومه المحليه انه الشباب العراقي واعي ويعرف كل اللي يصير داخل مجلس المحافظه وداخل الحكومه. تظاهراتكم بس اليوم لو باكر ان شاء الله؟ ان شاء الله حسب ما موجود من المنسقيه المظاهرات مستمره لنا لحد يوم الجمعه، ومن بعد الجمعه سوف تصبح اعتصام مفتوح. محافظات العراق كلها بها فساد كلها على اطلاق، بس دياله ما شفنا مثلها. عم المشاريع البدياله اللي استلمها صار اربع مساري، شارع الجامعه اللي 4000 سياره تفوت عليه كل يوميه، اخذوا عليه 33 مليار،
يوميا الشارع الحفر ما تهيقل، تفوت سيارات كلها تتوقف تطلع، ما عدا المشاريع مال كورنيش دياله ما صار، صار 4 سنين هذا الشارع يوميا يقول له سوي وما يسوي، يجي السيد محافظ دياله المحترم يوقف على الشارع ياخذ صور يبلط له متره منا لهنا تدوس هالتريلا ينفض، يجي ثاني يوم يقول انا اسوي لكم كوفيات، اسوي شو اسمه بديال هاي دياله كليته، سعد المي ما حد يوقف عليه، غازينه ما يصير عليه، شباب ما تطلع، تطب بين الجسرين تطلع تفتر من هناك، ما يصير شباب ما تطب ما تفتر من هناي، الشوارع كليته المبلطه، قاطون الراس هذا من هناي حي المعلمين، الصبات ليه سبي؟ ب 2019 صبات موجوده والعالم ما تطلع من المداخل، كليته شو تجي مسوي؟ باب حاره يقفل عليه يوميا، يوميا الشارع يقفل الباب ويسده. كل محافظه تجي تطب على على القاطون هذا الرازي الطين لهنا شتا ما ينفاد، يجي السيد المحافظ بالانتخابات يطق صوان وبوقت الشغل كل شيء ما يسوي كليته ابو المشاريع اللي هو سلمان اللي صار عنده جامعه وصار عنده مدارس وصار عنده كل من المشاريع مال ديال حاجي يقول لك انا مسوي بلط لك وضوتي وكله الاحزاب الدعم احنا بديال دياله ماكو مثله بغداد اهون عن دياله ماكو لا شر عم طالع اريد حق وين اروح وين تروح وين تروح ما ورتك مش تعين انت عمي ما تروح بس فهم هاي كليته وين تخرج السادس الا دروس الطب جامعه الا بفلوس وين تروح مجلس المحافظه الطب هو بكلام كلام من شخص من مجلس المحافظه الطب 17 مليار الطب الصبر لحد الظهر يصفى 3 مليارات يسوي بها مشاريع والهذه 3 مليارات ولا مشروع بالنسبه للحمرين حمرين صرفها 9 مليارات هسه انا داخل عليه 14 مليار وهسه بالاخير صرف عليه 33 مليار تسوى على اساس اكبر جسر يعني بالعراق يعني وينه ماكو جسر الشريف جسر الشريف اخذه مره مرتين والثالثه جسر الشريف هو يقطعه والعالم تحير بين الزعامات وانه شارعين بدياله دياله بس شارعين بس شارعين هذا وذاك الشارع بس شارع خريسان ولا شارع ينمشي عليه شارع الميدان بالبلطين هذا العفه التربيه تعييناتها وين تعينات التربيه 600 وظيفه رايدين قدم 3600 طالب 3600 خريج وينهن ماكو تمايمه فلان 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 يعني الحكومه يعني شو تدري منها؟ ظل الطالب ظل الطالب ظهر ظل الظهر بس ماكو فايده ماكو فايده ماكو فايده بس نستمر نستمر 40 لحسين لحسين ما راح نروح له لحسين ما راح نروح له لحسين لو يريد هنا يصير لحسين ثوره اصلاح نطلع من اجل اصلاح نطلع من اجل اصلاحنا احنا حسينيين نطلع نصلح طالب حقنا طلع طالب حقه هو نطلع طالب حقنا مثل ما طالب حقه هو هيهات من الذله بغداد احنا ويا بغداد متظاهرين بغداد يطالبون احنا نروح وياهم متظاهرين بغداد الحق الحق حق الحق حق اهل دياله جابوهم بالاسامي ليش متعين ليش ذا تعين حكي انا بالمسؤول انا مو بالمسؤول حتى تعين من اصير بالمسؤول اتعين من اصير بالمسؤول اتعين واول واحد عيناني اول واحد قدام الكل هذا مجلس المحافظه رئيس اللجنة الأمنية سيد صادق سيد صادق من يطلق أخذ كذا مليار على عين فلان وعين فلان وعين فلان وأنا أقسم بالله أقسم بالله وأنا مسؤول عن كلامي موظفين مجلس محافظة شهادتهم إعدادية على شهادة الإعدادية هو موظف وين؟ مجلس محافظة والخريج والدكتور هذاكوا بالسوق يبيع تكرم شحاطات شهادة وين؟ بكالوريوس علوم سياسية يراد يقدم على فراش يقول له الوين مدير التربية هاي شهادة ابتدائية هاي شهادة متوسطة هاي الإعدادية وهاي البكالوريوس بني على أي وحدة وين قبل تجي ابن الواسطة من قبل تعين يعني شو تجي ودى الذين أول شيء أنا عند أخوان 2 شهداء 2 منتسبين لحد الآن أنا بالنسبة لي قاعد أجار اشتغل عمالة يومك ويوم ماكو أوضاعنا منتهية وهاي الشباب كلها خريجين هذا بالمهندس هذا الطبيب ما كلها تعيينات تريد تروح تتعين يطلب من عندك 15 ورقة أنا من الناس طلبوا من عندك 15 ورقة بكان أخويا وما تعينت ال 15 راحت زين وأنا رجال اشتغل عمالة يوم أكو يوم ماكو يوم تشتغل يوم قاعد اليوم طالع حتى حقك وحق طبعا اريد حقه وحق هاي الشباب كلها لان مثل انا ما مظلوم هاي الشباب كلها مظلومه زين وقبل كل شيء قبل كل شيء احنا نريد وطن عمي ما نريد احنا تعيينات ما نريد شيء
اريد وطن، يبنون لنا خلي يبنون لنا وطن. ليش هاي الدول احسن من عندنا؟ بيش احسن من عندنا؟ شنو الاحسن من عندنا بي؟ شو احنا اثرى دوله بالعالم، اثرى من النفط، من كل شيء. هاي شارع كركوك وشارع الموت، روح شوفه. الرابط بين محافظات، شنو حادثين عمي؟ حوادث. زين المليارات ينصرف لينباك، ليش؟ شنو النقص نحن؟ شنو النقص؟ بنظرك زين المسؤولين عايشين نفس معاناتكم؟ عايش نفس معانات عمي، عايش على التبريد، عايش ملك والله. زين والله عايش، عايش مرتاح، ينام مرتاح، رغد يوميا بدوله. زين ابن الملك بريطانيا ينام بالستة الصبح، بريطانيا نايم على التبريد. انا اطلع بالاربعة الصبح، ليش غلط ادق عماله؟ ظلم عمي، ظلم ظلم، ظلمنا. يعني اذا تريد تتعين، اذا تريد بروحك بالموت، الموت يعني نعرفه كلها منتسب، ها تنطي فلوس لازم، وواسطات الف واسطه، وما تنقبل يعني، وما تنقبل موت بفلوس، تشتري والله. تشتري الموت وما يقبلوه والله عم صدق والله، يعني ويا ايدي احكي في دول العين، يعني تشتري موتك وما يقبلوه، ما يقبلوه. يعني تخرجنا وقعدنا ببيوتنا، خدماتنا ماكو. يعني احنا بلد افضل بلد بالزراعه بالصناعه، معامل بس دياله، كم معمل بدياله واقف؟ مو بال40 معمل بدياله وقفات، والله فوق الأربعين احنا بس بديالة عندنا واقفات، ها؟ لا لا شغلوهم الصناعة، لا الصناعة خير من الله بالعراق، الزراعة خير من الله، عوف النفط، نعوف النفط احنا، معالم دينية، السياحة الدينية، خير من الله عندنا، ما عندنا مرقد الإمام علي والحسين والعسكري، كلهم عندنا، ايش مستفادين منهن؟ والله حتى ذني ما مستفادين منهن، هنا الباك كليته هنا مجلس المحافظة، انهاي من اي كل مجالس المحافظات. في حال اذا ما استجابوا الحكومة مطالبكم راح تستمر؟ والله انا بالنسبة لي استمر، انا بالنسبة لي باقي الولد كلهم ان شاء الله كلها، لان هي روح وحدة، روح وحدة. اذا احنا ما عندنا وطن، شكو عايشين؟ شكو عايشين؟ الموت احسن من عندنا؟ ابناء المسؤولين عايشين نفس معاناتكم؟ لا مستحيل مستحيل، تلقاه باكثر من دوله يطلع، تلقاه متونس، ينام بالسبعه الصبح، يقعد بالليل، يلزم التليفون، دايحين بالشوارع، بالدول، دبي، لندن، بكل الدول. والضيم على ولد الخايبة، من احنا المواطنين وحتى المنتسبين اخواننا، المنتسبين اخواننا هم شايفين المور، اللي هو منه يا ذابي بالانبار، واللي ذابي ابو البصرة ذابي بالرمادي وذني، اكثر من مكان. ماكو عدالة بالعراق؟ لا عدالة بالعراق مستحيل، لا عدالة ماكو، مستحيل بالعراق اكو عدالة، مستحيل. لان اصلا اذا صار عدالة بالعراق، ها الدول باقي ما تريدها، لان العراق راح يصعد، راح ينهار. حبيبي انا صاحب سبع شهداء عندي، شهداء، وعندي ثلاث عوائل بالبيت، قاعد بيت ايجار، لا راتب، اشتغل عماله، اطلع بالاربعه الفجر وارجع بالاربعه، وعشرين الف يوميتي، المن انطيها للمولد، لابو المحل، كلها تطلبني، مطلوب يعني وين اروح مطلوب، لا شغل اسلع عماله، لا خدمات، كلها دول اهل الرواتب عايشين واحنا ميتين من الجوع. ليش طالع اليوم تظاهره؟ ليش باقي لي وقت بالليل؟ تعبنا يا اخي تعبنا، لا خدمات، لا راتب، لا تعيين، وكلها خريجين، كلها خريجين وقاعده اصحاب شهداء عليهم. زين انا سبع شهداء عندي، حصلت لهم تعويض؟ لا تعويض، كل شيء ما ألف دينار ما استلمت، سبع شهداء ألف دينار ما استلمت على واحد، وراتب ما عنده لحد الان انا قاعد. شو تحب تقول للحكومه المركزيه؟ شو اقولها؟ اذا كلها حراميه، شو العقله؟ ما بيهم واحد شريف حتى الاحزاب. اي والله كل الاحزاب، من احزابه وخلي ايدك، كلها حرامه، ماكو واحد شريف. لو شرفاء ما خليتوا العوائل الميتة جوع، ذول اهل المخيمات، ذول الشهداء اهل بغداد اللي نطوا شهداء قد الدنيا. زين كلها ينطى الشهداء، بس على هاي التظاهرات السلميه انا ما محدد. يا اخي ما تقول ليش تحكي، هو انت لا تعيينات لا ابد، انا من الناس خريج دبلوم ميكانيك عالي، تخرجت ماكو تعيين، بالله افتح على صفحه، اشتريت سياره اشتغل بيها، ابويا شفته الله اشتريت سياره اشتغل بيها، انه جابوا لي هاي المنشات الحمر، ابو الهيئه لاحقني، الشرط لاحقني، المرور لاحقني، انا بدي اعيش اهلي ما ارد ابوه، هم كلهم ما واق، بس نعطينا مجال، والله رايحك بس يا اخي انا رايحك، بس اصبر لي اعطيني مجال انا رايحك.
انا رايحك. يلا كمل. ما عندي اعيد من البدايه. لا 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 كمل. معاناتك انت اليوم ليش طالع تظاهره؟ يا اخي تعبت تعبت من الظلم. اكو فساد، اكو ظلم. قرايبك بالبرلمان يعينك، ما عندك قرايب عشان سامع ما يدير لك بال ولا يهتم لك ولا ابد. توقف هنا يجي الشرطي يشلع الرقم مالتك يكسر جامتك، يعني وين تعيش؟ انت ليش ما متعين؟ انا ليش ما متعين؟ ما عندي واسطه. ليش؟ يعني وين عين؟ وين ولا احنا؟ ماكو عداله بالعراق؟ ماكو عداله عمي، كل عداله ماكو. كان صدام حسين واحد نقول ظلمنا وسوانا على عين وراس. مو اربع حكومات، اربع حكومات صارت، ليش ما سويتوا لنا هيك؟ يعني هسه انا بدي اروح زياره لمكان بعيد، ابويا فوق العشرين مره يخابرني، هاي ابو وصلت؟ وصلت؟ بعدني بفلان بقام بفلان، لما اوصل الله يرتاح. قبل عمي كنا ننام بالشوارع، سيارة تعطل عوفها وامشي، ما دير بال. ليش هسه عمي ما اريد منكم شيء، الله لا يعطيكم، الله لا يوفقكم، اريد بس نعيش عفونا، عفونا ما اريد منكم، لا فلوس، لا راتب، لا ابد، خلينا نعيش. هذا الشعب كله انظلم، الله لا يعطيكم، الله لا يعطيكم. مصالح كلها مصالح، الشعب كل شيء ما عنده، واصلا فلس احمر ما عنده، ويجاخذ من عنده فلوس على مود عينه. ذولا جماعة الجيش كلهم ثلاث ارباعهم يعطون نص الراتب وبالبيت، فضائيين عشان ذولا؟ زين هسه مثلا هسه هذا يتيم ابو مو تبوك مضابط؟ ليش ما يعينوك؟ واسطة ما عنده. ليش؟ ليش شنو السبب؟ لا الاحزاب جت اخذتها. بنظرك اكو فساد بمجلس محافظة بالحكومة؟ والله الحكومة والمحافظة نفسها كلهم. كلهم حرامي. كلهم حرامي. شلح 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 كلهم حرامي. كلهم حرامي. بس انا اذا اتعين مثلا بس اقول انا عندي شهاده سادس ابتدائي اريد اتعين على اي شيء. امين. اتعين على اي شيء. ليش اقول لك تعطيني فكم واحد على عينك؟ شنو السبب؟ قول لي قول لي شنو السبب؟ بيحرون جيش الزامي. سلام الكل اهلنا. احنا جايين من اجل حقوقنا. او جايين احنا من اجل حقوقنا كلها. او جايين كليتنا هاي المظاهرات سلميه. اللي نريده حقوقنا. مجلس المحافظه فساد. البقيه كلها فساد. كلها كلها فساد. شلع قلع من الاحزاب، من الحكومه، من الدوله كلها. ومجلس المحافظه عندك نعطيهم فرصه، ما خلونا نطوب، نطوب بالقوه. وذول اخواتنا ببغداد اللي يردون يطبون على حيدر القندر عشان ما اقول بوجوهكم، ما خلوهم يطبون وضربوهم. هذول الجنود ضربوهم شنو؟ ذولا نعتبرهم دواعش. ذولا نعتبرهم دواعش. هسه انا اصحاب اطفال عندي جهار اثنين قاعد شغل، لو اطلع بالنفاخ على باب الله بيع يوم اكو عشرة ماكو. هذا ظلم لو مو ظلم؟ العاطلين عن العمل خمس، اكو واحد منهم يستلم خمس رواتب وعنده عماير وياخذ راتب. هذا ظلم لو مو ظلم؟ بعد ما بيها مجال حقنا ما نسكت، نشفصهم بالقنادر حشم اقول بوجوكم. هذا طلع حاصل عباس عليك. ونريد ان يروحون مشايل للأربعين الامام سلام الله عليه، الامام مثل ما قاتل من اجلنا ومن اجل الكل، انتم هم تروحون. حاط العباس ابو فاضل عليكم. والمي يطلع دجاجه بيضاء، المي يطلع يلبس عباما النسوان ويقعد، المي يطلع من دياله يلبس عباما النسوان ويقعد، وان شاء الله منتصرين. راح ترجع تراجعون مطالبكم لو تستمر. ما نرجع نستمر. وكنا اخوان، كنا اخوان شباب شباب وياي، كنا اخوان سنه وشيعه، كنا اخوان سنه وشيعه، نحن سنة وشيعة. أول شيء إحنا حنا مطالبين كلتها هاي هنا الشباب كلتها مطالب واحد. إحنا طلع الحسين قبل 1400 عام ما طلب احتلال وما طلب شيء، طلب الإصلاح. إحنا هنا كليتنا كلتها هاي الشباب كلها عطالة، كلها عمرها عشرينات فوق العشرينات، 16 سنة كل شيء ما شفنا. أول ما صرنا صغار، أول ما أول طفولتنا جانا الاحتلال، كبرنا جانا قاعدة، شبابنا جانا داعش، وهسه فساد ورهاب. احنا دبيت نظل الظاهر. هي الخلل مو بالشعب، الشعب اول شيء ما بيده شيء، الخلل بالنظام. النظام ب 2005 من قرر المالك والجعفري من سوار الامان نفس ما ذا سوا. هسه من ريده؟ احنا ما نريد نظام. هسه انت عندك 300 وشويه برلماني، كل واحد ياخذ له مليارات الدنانير، ياخذ له ملايين الدولارات، كل واحد له حمايات افواد. هاي الشباب كليتها يجيب من ايران مخدرات، منين تجي المخدرات؟ هاي الشباب العاطله وين تروح؟ احكي لي وين تروح؟ مطالب نفس مطالبك. هل ما رايد شي؟ ما رايد حياة والله وردية وعيش مثل امريكا؟ ولا رايد جواز سفر؟ ولا رايد والله ذلة وخصورة؟ ما رايد شي، رايد اعيش بكرامة، رايد اعيش كإنسان عراقي حالي حالي وطن. سعودي احسن مني؟ لو الامارات ذاك اليوم صاروا
الامارات وصلوا الفضاء واحنا بعدنا مي ما عندنا، مي شرب ما عندنا، مي نشتري خدمات المنطقه هي واكو منطقه اكو منطقه هاي دياله كلتها يا عباره على الرئيسي السبب الرئيسي بالعراق هو البطاله، البطاله العراق لا سد الحدود مالته وقام يستورد من عند بالداخل يشيلك الاقتصاد، الاقتصاد عندك قوي اذا صارت عندك زراعه، هاي المعامل مصانع كل مصنع اذا ما اشتغل فد 3000 واحد، هذا ربك انت الشاب هسه كنت عاطله بالنراقيل قاعدين بالكوفيهات بالكوفيهات، شنو السبب؟ هذا اذا عنده وعاش حياه كريمه تلقاه كنسل ولا تلقاه خدمات، حالات الانتحار حالات الانتحار مين تصير؟ حالات الانتحار مين تصير؟ حالات الانتحار شايف لك واحد والله عايش مرتاح لو دكتور شايف لك يا انتحر ما حد يرتاح بس ولد الخايبه ذولا لو كيت هالفقره كنت نفسياتها ها كنت قاعد تنتحر الشباب قاعد تروح كنت قاعد تهج تروح لبرا ما حد يحترمك. احنا داخل المظاهرة واقفين راس الشارع نروح نشتري ماي نجيب ابو الجيش يقول لي ممنوع تطلع ممنوع تدخل بعد مظاهرة انت خلاص مظاهرتكم انتهت تلغي المظاهرة ما خلينا اجونا امر من الامر من علي من المقدم مالته لو من منو شنو من جانب من قناة الشرطة يمنع المظاهرين من الدخول ما من حقه يموتنا شو يريد خلي يقول اذا يريد يطلعونا خلي يجي يضربونا وخلي يطلعونا يفرقونا خلاص احنا جايين للحق ما جايين للباطل. اليوم ليش طالع تظاهر؟ انا جاي اطالب حقوقي حقوق اهلي انا والدي استشهد وجاي اطلب حقوقي هم 5 سنين اداوم واخير شيء جبنا بالاحزاب يجيب اسمه بكان اسمي بدله الله ما يقبل عمي يعني متنا والله متنا جوع متنا قهر كافي راضي على الحكومه ايش راضي منها خالص و15 سنه انا ما شايف منها شيء و15 بس نظهر بس نظهر وين حقوق ماكو نطالب اي راح نسوي مطالبه اي راح نسوي حقوق راح فساد لا فساد لا فساد سووا لا شيء سووا خلي كافي عاد احنا ما نريد مطالب خلاص مطالبنا خلصت هي الحكومه هاي خدمات سنه منطقه باقي هاي خدمات تعال طب التحرير تعال طب عقوبه كلها باقي غصبا عليهم ما يقدر يمنع احنا باقين وباقين من نويه وباكر والليله وبكل وقت واي بشر ما يمنعنا الا بالموت يمنعنا بالدم انا عراقي وللموت ابقى عراقي محاربه المهندسين بكل عموم العراق بكل اصنافهم هاي الشريحه الوحيده اللي هي مظلومه بالاضافه انه هاي الشباب اللي كلها زين انه مظلومين ليش شنو السبب مطالبنا هاي من ابسط حقوق انه كل مواطن عراقي انه يتوظف يتعين يكون له راتب يحفظ كرامته وكرامه اهله وعائلته ثانيا احنا نطلب من اخواننا شيوخ العشائر من المنظمات المجتمع المدني من حقوق الانسان انه تقف ويانا تساند هاي المظاهرات اول شيء اسقاط مجالس المحافظات عبء على المواطن رواتب وما يقدمون اي شيء للمواطن استفادين منهم انتم ايش مستفادين من عنده انا ابن المحافظه دياله لحد اليوم ما طلع لي واحد من النواب قال للمواطن اي عراقي انت ايش محتاج نزل بالشارع شاف الشوارع راح افتر على احد من العوائل الشهداء اي واحد من عندهم 24 ساعه خاتلين هنا جوا لو تلقاهم بغداد لو سفرات بالخارج هم وعوائلهم بعموم العراق بس بوقت الانتخابات جايبين البطانيات والكارتات مال الموبايل ويفطرون شنو السبب المسؤول يعرف المواطن بوقت الانتخابات جاوبني شنو السبب ليش؟ مصلحته اخي انسان مصلحته زين بس السبب احنا هم بينا زين احنا السبب بينا اكو ناس زين ضعيفه تجي تطي الاسم يا اخي انا ما مجبور اطي حتى لو اخوي واشوفه ظالم ما انتخبه ماكو داعي انتخبه فاحنا رشحوا اعضاء مجلس محافظه اليوم راح تنتخبوهم لا مستحيل مستحيل خلاص الفاسد انا شو اسوي بي انا ما خدمني انا ذلني ما خدمني زين ولا تقول لي اكو هاي بيناتهم هم الاحزاب شايف هذول كلها لا تقول لي اكو خلاف بيناتهم كذب كل خلاف ماكو بيناتهم قاعدين ومتخاوين ياكلون معون واحد ليش لان الان ميزانيه المحافظه ضحيه احنا احنا تعال لا شوارع مثل الاوادم لا تعينات هاي الشباب على شنو طالعه انت ما من على مستقبل اولاد انا لا مستقبل اخي انا مهندس لحد الان ما متزوج احكي لك اياها انا لحد الان ما من انا ابن البلد متر ما عندي اخوي شهيد راح ما عندي حقوق الا مساله مثل الارض شهيد الارهاب هم مو تقول لي شهيد يلا اعطيني حقوقي وين حقوقي انا وانا خلي يطلع لي واحد من عندهم يقول لي تعالوا انتم يا عراقيين لكم حقوق
اخي انا عراق شريد من عنده. اول شيء الغاء مجلس محافظات، الغاء البرلمان، تصير حكومه رئاسيه يحكمها شخص واحد. اول شيء العراق يقطع علاقاته بكل الدول الجوار، ما اريده يا اخي. الخير اللي يجي من وراء ما اريده. انا عندي خير، نفط عندي، مي عندي، زراعه عندي، كل شيء متوفر عندي. شو احتاج انا من عندهم؟ انا اصنع بيدي وانا ازرع بيدي، ما احتاج اي شيء من دول الجوار. ليش انا اخلي دول الجوار تستفاد من عندي؟ ليش؟ شوف القعده هاي معهم شغله. بس انا العيب والعتبي على اخواننا شيوخ العشائر اللي تقولون احنا صاحبين حظ وبخت، اللي تقولون انه احنا ما نرضى بالذله والمهانه. كاف عاد، عيب. مفروض توجهون رساله تقولون كل واحد بعشيرتكم يداوم باي دوار دوله يسوي اضراب، لا تداوم. اجبره يداوم اخي، ما راح ينقطع راتبه غصبا على الحكومه تنطي. ثانيا نطالب من عندهم زين مسانده المظاهرات، ينزلون للشارع ويانا. شيوخ العشائر تنزلون للشارع ويانا. انتم على مود تكونون عون وسند لهالشباب هاي الحلوه، ما اريد هيك تكون مظاهرات بس الشباب طالعه بيها. صحيه وشاب الشريحه الوحيد المظلومه. طلعت كل المحافظات ومن ضمنها بغداد العاصمه. اول شيء احنا مو بس نريد نطالب بالفساد، اول شيء نريد نقيل الحكومه. الإمام الحسين إيش قال؟ لا مخرج شرا ولا بطرا إنما طلبت الإصلاح في أمة جدي. سنة إحنا أربعينية، إحنا لازم نستثمرها. بحيث أني ليش أريد أروح أزور كربلاء؟ إحنا هنا كربلاء، هاي الثورة، هاي الإمام الحسين اللي طالب بها. إحنا المفروض بكل المحافظات وبغداد وبالخضراء ومجالس محافظة ديالد، العمارة، الناصرية، كربلاء، النجف، كليتنا إحنا نتوجه، كليتنا نشيل الحكومات مالتهن. احنا مو نحب الحسين، احنا مو نريد الحسين، احنا مو دنلطم عليه، احنا مو شيعتي الحسين. احنا المفروض السنة ماكو راحة كربلاء، احنا كربلاء مالتنا، نقيل الحكومة مالتنا كليتها، بحيث هاي الحكومة من نشيلها نريد نغير اوضاعنا. انا اذا طالبت بمطالب وتحققت لي مطالبي راح الجيل اللي بعدي انا راح اظلمه. انا ليش اظلم الجيل اللي بعدي واللي بعدي واللي بعدي؟ انتهت اي مطالب مريد. بالنسبه لمجلس محافظه دياله كخدمات واداء، اي خدمات ماكو، اي خدمات ماكو. يعني من 2003 لهسه من سيء الى اسوء بالتدريج شويه شويه. تعينت خلال هاي الفتره انت؟ انا هسه انا خريج، انا تخرجت ماكو تعيين. بدي اشتغل عمال اطلع من الصبح بساحل بثنتين بثلاثه، ايدينا مفرقسه فوقها النوبه، يجي يقول لك تريد ما تريد 100,000 عامل، تيجي تروح تشتغل بالمطاعم يعطيك 10,000 دينار، والله يتعقل براسك. ها وراك بنجلاديش. يعني هي اصلا الحكومه تقول لك اريد ادمرك. يا اخي اريد ادمرك، انت ليش ما تطلع بالضد اللي يريد ادمرك؟ تحسب نفسك كعراقي من عايش بهذا البلد؟ لا كرامه، لا عايش، لا تعيين، لا هاي كلها ما متحققه لي، وامشي الكرامه، وطن ما عندي. اي عراقي يعني اخي اذا يريدون خيطلعونا، خيطلعونا من هنايا من العراق يطولنا. شوف اي دوله تستقبلنا، ها؟ عم طلعونا وخذوها اذا تريدون. ليش نطلع؟ ليش نطلع؟ بالنسبة للسيادة، اكو عندنا سيادة؟ طيران اجنبي. اول شيء السيادة اذا نريد نحكي عليها، من هي دول الجوار؟ السعودية، ايران، الاردن، فلان دولة، سوريا، كيف كلها تطب وتطلع؟ احزاب مسيطرة. احنا اهالي محافظة ديال الكرام، لا نطالب اي مطالب، نطالب باسقاط هاي الحكومة الفاشلة. حكومة فاشلة من سنة 2003 لحد هذه السنة، سنة 2013 لا حقت أمن ولا أمان ولا أي تعيينات، خدمات ماكو، أي شغل لأبناء هذا الشعب ما حصلت أي فرصة عمل. لا ما مأمن، لا ما مأمن. أنا بيتي، أنا بيتي، أنا وأطفالي ما مأمن، ما مأمن. أنا يعني هسه جوي سنة 2006 2007 مداهمات على السلاح، اخذوا سلاحي، اخذوا سلاح من عندي، ها ادافع بيه عن عرضي وشرفي وعن اطفالي وعن بلدي هذا. ها سكينه ما عندي بالبيت، توثيقه ما عندي بالبيت، يجيك هسه ارهابي مع احتراماتي اللي يسمع، ها دبان ما يسوى له، يطب عليك كتلك كفخات تقبلها انت؟ شو تحب تقول للحكومه؟ اقول للحكومه الحكومه فاسده، هاي الحكومه فاسده، وهاي مو حكومه، هاي مو حكومه، هذا ارهاب، هذا داعش هذا وليس حكومة. نطالب باسقاط هاي الحكومة الفاشلة، فاشلة 17 سنة حكومة تحكم بلد، ها بخيرات وبي باشكال بي، اغنى بلد بالعالم احنا. تجي تحكم هذول مشردين، مشردين كانوا في ذاك الوقت في نظام صدام، مشردين ذولا، واحدهم واحد يبيع سبح ولا حشاشي، واحد يبيع كبه، عادل عبد الوهاب مو باقي المسرح، احنا ما لنا شغله كذا.
احنا ما لنا شغله باي مصرف. ماكو اي عداله، 0% العداله، والباطل والباطل 100%. لا احنا ضد الباطل، ضد الباطل وباقين وباقين، وان شاء الله ما ننسحب من هاي الا تنسحب هاي الحكومه الفاشله وسلميه. مطالبنا اسقاط الحكومه. اي مطالب ما نطلب، ماكو مطالب، ما عندنا اي مطالب. احنا شعب ما تابعين، احنا ما تابعين مرخصتك، ما تابعين لا حزب ولا حكومه ولا اي جهه، لا جهه مسلحه ولا جهه، بس جهه سلميه. شعب بيناتنا، احنا شعب، احنا مظاهره وطنيه، والشعب هذا احنا شعب العراقي اليوم. الشعب هاد شعب اني عبد الوهاب يتحمل اثم هاي الشباب اللي كلها ما متعينه. رئاسه الوزراء، رئاسه الوزراء والبرلمان، هذا محمد الحلبوسي يطلع. انت ترى رئيس برلمان مرحب صالح، يطلع لك برلمانيين اثنين ما ثلاثه محاضرين، تلغي محضر كامل. أنا على بوم لا بتجاوب علينا، إذا كان سني، وإذا كان شيعي، وإذا كان كردي، وإذا كان يحمل أي صفة جنسية. هذا ما حضر هذا اليوم، أي جلسة ما حضرها. عندهم ولاء للعراق؟ شو؟ عندهم ولاء للعراق المسؤولين؟ أي ولاء ما عندهم، أي ولاء ما، بس المواطن فقط، المواطن والجيش العراقي. ما نقدر نستغنى عن الجيش العراقي، لأن هذا جيش سور الوطن، هذا جيش سور الوطن، ما نقدر نستغنى عنه. وإذا اليوم هاي حكومتك كلها ها رادت تصير ضد الجيش، الشعب العراقي هذا كله تايدون عم الولاء. احنا ويا الجيش ضد هاي الحكومه الفاسده. قاعد يتحدث باسمنا كلنا، باسم تحكي عن محافظه ديالى باكملها. واذا اكو واحد، احنا هنا مختلفين العشائر بين العزاوي وبين الزبيدي وبين التميمي وبين المجمعي وبين الزيدي وبين الهيبي، احنا كنا يد واحده هنا ضد هاي الحكومه الفاسده. هاي حكومه فاسده، ما يصير لها اي حل. ليش ما يصير لها حل؟ لان الظاهرات عتبي على العمايم الشيعيه والسنيه. ديناتن اني من طائفه سنيه، احكي لك هيجي ها، عتبي على الطائفتين الشيعيه والسنيه، هذول الاثنين. احنا بهذا توقفنا امام مبنى المحافظه طبعا من الساعه 3 عصرا ولهذا الوقت، واحنا باقين ان شاء الله. احنا نريد مطالب بسيطه، والحدث ولا واحد طلع عنا من مجلس المحافظه او محافظ قال انتم شو تريدون، شنو متطلباتكم، خلي واحد يجي يسولف لي بين او يحكي لي بين، او واحد يدون على ورقه. ماكو لحد هاي الساعه ماكو اي جواب من اي واحد من اي شخص. اليوم ليش طالع تظاهر بهيك وقت باقي؟ والله بالنسبه لي انا كشخص، انا ما اعبر عن نفسي، انا اعبر عن الجميع. احنا كنا طالعين من اجل الخدمات، من اجل الاصلاح، من اجل تغيير الفاسدين، هذا احنا طالعين على موده. راضي على مجلس محافظه واداء؟ لا ما راضي، ما راضي. ايش تحب تقولهم؟ والله احب اقول لهم انه ينتبهون للمحافظه، اللي تروح من ايديهم هاي الشعوب والجماهير موجوده، مثل ما قاوم الثوره العشرين يقومون ذول الابطال هم نفسهم بسواعدهم، يقلبوها نفس ما جابوهم وبصمولهم هم نفسهم، يشيلوهم ويذبون بالزباله. شلون الوزراء اللي بالخارج يخلون بالحاويه؟ نفس الشيء، لا نخاف ولا واحنا واقفين. خلوهم بالحاويه، بالحاويه نخليهم بالحاويات. اي والله يا اخي متعين لو لا؟ انا بالنسبه لي قلت لك انا ما احكي عن نفسي، انا متعين، بس على الاغلبيه انا حالي من حالهم. انا مواطن، انا هم اريد خدمات، انا هم اريد شوارع، اريد مويه، اريد كهرباء، حالي حال العالم. انا كنت بالمانيا، تعرف شنو المانيا؟ يعني انا من جيت هنا مع احترامي للسامع، انا اعتبر نفسي حيوان هنا. تعرف شنو الخدمات هناك؟ ما موفرين اي خدمات هنا. والله هذا نعتبره كارت اصفر لهم، هذا كارت اصفر. احنا بالنسبه لنا احنا مظاهرات سلميه وتبقى سلميه ان شاء الله، بس هذا كارت اصفر. اما يسوون نقطه حل ويغيرون اللي يجب ان يتغير، او احنا نشوف الحل. بدايه تحيه طيبه لكم ولجميع اخواننا المتظاهرين الابطال السلميين. حاليا تنسيقيات المناطق قامت باعمال جيده جدا، ومنظمات مدنيه انسانيه قامت باعمال جيده جدا. حاليا الوضع جدا رائع وجدا مستتب، المتظاهرين لحد هذه اللحظه سلميين، ولكن هنالك مطالب إن لم تحقق من قبل الحكومة المركزية والمحلية، لا والله لا توجد هنالك، لا لم تبقى سيطرة تامة على هذه التظاهرات. كلهم شباب، الأغلبية خريجين،
مثقفين واعين، ما عد ما عد ما بيناتنا اي شخص مسيس او متحزب. هاي نحكيها حقيقه، لان مثل ما شاهدتوا اليوم المتظاهرين جدا مثقفين ورائعين، ولكن نحن هنالك مطالب اقاله محافظ دياله والجميع من اعضاء مجلس المحافظه واقاله الحكومه المركزيه بشكل رسمي. لابد الفساد، جيوش، هنالك جيوش من البطاله، هنالك جيوش من العاطلين، هنالك جيوش من الخريجين. يعني مع كل الاسف، مع كل الاسف، يعني الشاب العراقي في حاله يرثى لها. الشاب العراقي اليوم بدا يا اما يهاجر، يا اما ينتحر، يا اما يقتل نفسه. كافي سكوت، كافي سكوت. هاي ثوره ما راح تنتهي نهائيا، ومعتصمين لحد ما تتحقق مطالبنا والفاسدين يخرجون من مناصبهم. سؤال اخير، جواب فقط، راح تبقون اليوم وتروحون؟ لا، لا، الاعتصامات مستمره. شباب، تنسيقيات المناطق، هسه احنا بنشتغل على تنسيقيات المناطق، اعضاء التنسيقيات، المظاهرات مستمرة، واللي حتى اللي يريد يروح هو باكر راح يرجع اكيد. الصبح يعني كثير اشخاص عندهم اشغال ويعني عوائل، فالصبح احنا موجودين لهنا من الساعة 6 صباحا لحد ما تحقق مطالبنا. والمظاهرة السلمية ستكون ثورة كثورة العشرين، ثورة الفالة والمقوار، ستكون ثورة عارمة. أولا أرجع عبد الوهاب الساعدي هذا القاضي، يعني كل العراقيين أنا هذا تحترمه ونريده. ثانيا، أنا من منطقة الشيخ بابا شمال قرى الجلولات. هاي المنطقة يعني منكوبة كل يومية تفجير، يعني لا قوات أمنية لا فد شيء. عم نريد يعني عملية عسكرية، نطالب نجاح الشملي، نطالب يعني وزير داخلية ياسين الياسري. وينهم يعني؟ ذيك مو منطقة، يعني مو بالعراق احنا، وين احنا؟ بس قول لي مو بدياله، يعني عملية عسكرية أهم شيء. عمي كل يومية جنود اثنين ثلاثة تروح، ما عدا الأهالي كل يومية عبوة ناسبة. الزراعة عفناها، الزراعة كل يومية يعني عبوة يا عمي، لا الزراعة كل شيء ما بقى، يعني منطقة منكوبة. طبعا أنا سجلت مثل منطقة الشيخ بابا، يعني عمي نريد عملية عسكرية، بس نريد هذا، بس عملية عسكرية. إرهاب، استثناء العملية العسكرية، الخدمات شلون نشوفها بالمناطق؟ مركز صحي قرية كاملة ما بيها أكثر من 700 بيت، أكثر من 700 بيت منطقة الشيخ بابا مركز صحي ما بيها. شنو يعني ذنبنا احنا؟ عراقيين، مركز صحي، مدرسة ما بيها، ابتدائية 3 دوامات، وينك يعني؟ شو تحب تقول للمسؤولين الحكومة؟ شو تحب تقول لهم؟ شنو رسالتك لهم؟ والله نطالب بقالتهم جميعا، يعني تبديل الحكومة، تشكيل حكومة جديدة، تشكيل. شنو ذنبنا يعني احنا؟